لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي يا رسول السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا وبقي الليل والنهار ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. برز الأكبر ليثا حيدريا للنزال وعليه من رسول الله نور وجلال تحت رجليه قبور أم جحيم للرجال كان بكر صيده وبئيل السبط عار يا أبي يا أبي هل لي إلى شربة ماء من سبيل فلقد أجهدني الضرب ونيران الغليل خلته مثل عليل جاء يشكو لعلي ذو اتقاد وأبوه زاد عنه في اتقاء ولدي أمك ليلى زلزلت أهل السماء وهي تدعو يا إلهي بغريب الغرباء را
ربي أرجع لي يا حبيبي ظل خير الأنبياء فادخل الخيمة تبرد قلبها قبل ابتعاء. دخل على أمه قرأ آيات في وجهه لعلى رزء عظيم فانثنى يقصمها مات الأعادي كالقسيم. وإذا بالصار إذ بصوت يا أبي إنه كأس النعيم ويلي قد سقاني هنيئا جدنا خير العباد. وقع السبط ثلاثا مبكيا صم الصفا. مسرعا يعدو ويدعو يا شبيه المصطفى بعد عينيك حبيبي فعلى الدنيا العفو. قربه نام وضجت فرحا آل زياد. ويلي بعد أو زينب جدت بالدموع الهملي خلف آقام حسين صارخا راح علي. راح الولد يا زينب. جمعوه في حصير شيعوا جسم الولي رفع الأشلاء طه وعلي في حدا. ويلي ويلي صعد علي الأكبر أنفاسه وغمض العين والكون من عظم البلاء أظلم على حسين. ساعد الله قلبك يا مولاي يا أبا عبد الله. زينب تنادي من الخبا وابن أخيار علا أخوها ينفجع ويموت وياه واحتار واحتار يرجع بإليها لو بليا لو بليا وانشطر قلب ابن النبي يا ناس شطرة. وويلا متمدد بطوله ويصيح بدميع مسفوح. أبغى صوت الشباب يشيعون الشباب. متمدد بطوله يا
يصيح بدميع مسفوح يا ليت روحي قبل روحك يا علي تروح ولا شوفك بعيني على التربان مذبوح وويلايا في الكون مثلك بعد يا ابني ينوجد كف دموع أبو علي ولملم وصاله كف كف دموع أبو علي وجمع من الثرى وللخيام وزينب تشوف حسين ما ينوصف حق وهون عليه انصاب أكبر منظر حسين مدد ولاده وقال أريد يرجع أنفاس حضنة أخوها زينب وتلطم على الراس وقبل يقبل راس سوي واسيه عبا ولولا القضاء ليل عليها حول البيت بالخيام ضجة عالية وصياح ونياح والجيش متشمت والجيش يتشمت يبث بشرى وأفراح والأكبر علي بسيوف متبطع وبرماح غسله جروحا وتراب تعفيره الخد وش حال الحسين الحسيني علي راح علي راح شافه والنبي الشابش علي راح قعد عنده وصفق راحل على راح نادى بصوت يا زيني يا خي ظلمة الدنيا علي
الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عنوان بحثنا: آليات التدبر القرآني. كيف نتدبر القرآن؟ وما هي الطريقة المثلى للاستفادة من القرآن بأقصى درجة ممكنة؟ هناك نوعان من الآلية التي من خلالها نستطيع الاستفادة من القرآن. النوع الأول نوع مادي، والثاني نوع معنوي. قبل البدء في هاتين الآليتين نريد أن نطرح سؤالاً: لماذا نحتاج أن نتأمل في القرآن؟ ليش إحنا نتأمل في القرآن الكريم؟ إذا ما تنشغل بالجوال أحسن، خليه حتى أشعر أن أنا يعني قاعد إلي اهتمام شوية. بارك الله فيك. لماذا نتأمل في القرآن؟ وما الذي سنستفيده من كتاب الله؟ لا شك ولا ريب أن اعتقادنا أن القرآن هو المنظومة الحقوقية التي أنزلها الله لصيانة وصلاح الإنسان. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أولا أنه قادر على هداية الإنسان، ولكن المشكلة في الإنسان نفسه، كيف يتصل بهذا القرآن وكيف يستفيد منه. إذن أنا بحاجة إلى التأمل، أولا لإصلاح نفسي، لتقويم فكري، لأكون قادرا على الاتصال بالله، وأن يكون القرآن أنيسي وجليسي وحليفي وشافعي يوم القيامة. سنبدأ أولا بالآلية المعنوية التي لا بد أن يحققها الإنسان قبل التدبر بالآلية المادية. ليش قدمنا المعنى على المادة؟ أولا، القرآن الكريم لديه القدرة على أن يعطيني نورا وعلما خاصا،
لا أستطيع أن أحصل عليه من خلال التأمل المادي والتفكر المادي. يعني على سبيل المثال، لو درست القرآن 10 سنوات والله ما يفتح إلي باب الحكمة وباب المعرفة، ما راح أصل إلى سر من الأسرار. مهما يكون عندي علم، مهما تكون عندي معرفة، إذا الله سبحانه وتعالى يراني لست مؤهلا من الناحية المعنوية أن أحصل على سر من أسرار القرآن ونور من أنوار القرآن، لن أحصل على شيء. لذلك الآلية المعنوية مهمة جدا في التعامل والتعاطي مع القرآن الكريم. زين، نجي إلى الآلية المعنوية. أولا، يحتاج التدبر في القرآن إلى صفاء روحي. لابد تكون الروح نقية، مو مثل أرواحنا ملوثة بالذنوب والمعاصي والكبائر وما شابه ذلك. إذا نحتاج أولا إلى أن نحرق هذه الذنوب. أعطيك مثال بسيط. حينما يكون الإنسان يشتكي من كثرة الدهون في جسده، ينصحونه بالمشي تارة وبالرياضة تارة غير الأدوية، فحينما يقوم بالمشي والرياضة يقوم بماذا؟ بحرق الدهون. كذلك الروح لها دهونها الخاصة وهي الذنوب الشوائب. حتى أنا أحرق هاي الذنوب، أنا أحتاج أن أمشي روحيا، أحتاج إلى لياقة روحية، وهو من خلال ماذا؟ أولا تقليل الذنوب بقدر الإمكان. أنا ما راح أقدر أقطع الذنب من أساسه، لأن أنا مو معصوم، لكن أستطيع أن أضع في قلبي مكانا لنور الله سبحانه وتعالى من خلال تقليل الذنب. شلون؟ احنا أكو آليات كثيرة في الأمور المعنوية، لكن سأختار إليك أمرين لهما تأثيرهما السريع. الأمر الأول التوبة. زين، واحد يقول أنا ما عصيت حتى أتوب، ليش أنا أحتاج إلى التوبة؟ التوبة مو بس للعاصي، التوبة حتى للمؤمن التقي الورع المنقطع إلى الله. أدري ولا؟ التوبة هي تبين مدى تواضعك لله وشعورك بالتقصير نحوه. شوف الله شو يقول في القرآن الكريم: إن الله يحب التوابين. التوابين اللي يتوب دائما، يعني شلون يتوب؟ كل مرة يقعد ويا نفسه يراجع حسابه، يشوف عنده ذنوب يستغفر الله ويندم ويتوب ويقول إلى الله: إن شاء الله ما أرجع، بحولك وقوتك ما أرجع إلى هذه الذنوب. فكلما جدد الإنسان توبته ازدادت رقابته على نفسه، قلت ذنوبه. احنا شو اللي يخلينا ما نستفيد من القرآن استفادة كاملة؟ لأن أوعيتنا ممتلئة، أوعيتنا قلوبنا ممتلئة، ممتلئة بحب الدنيا، ممتلئة بتتبع الشهوات والغرائز، ممتلئة بالعوج بالذنوب المعاصي. أصلا ماكو مكان، هسه من يجي النور الإلهي ماكو مكان إله، الوعاء ممتلئ. فنحتاج ان احنا نعمل عملية تفريغ الى القلب، تفريغ الى الروح من الذنوب والمعاصي. هذا اولا. الامر الثاني البكاء. عود نفسك على البكاء مع الله غير بكائك على الحسين عليه السلام. ليش؟ اساسا القلب ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شو اللي يلين القلب؟ الدمعة. ما تقدر تبكي تباكى،
اصطنع البكاء لما تكون ويا الله سبحانه وتعالى تناجيه، أو حينما تريد أن تتوب ابكي. يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما من عبد بكى على ذنب وسالت دموعه على خديه إلا وغفر الله له جميع ما تقدم من ذنوبه. أي فوائد الدمعة ويا الله حتى تشوف كرم الله تبارك وتعالى على أصوله. إذن الخلاصة من هذا كله أن الإنسان يحتاج إلى إعادة برمجة في جانبه الروحي، ومن يجي يقرأ القرآن سيجد أن للقرآن طعما ولذة مختلفة. زين، هذا الجانب المعنوي، أمرين مهمين مو صعبين يمكن لأي إنسان أن يقوم بهما. أنا ذكرت لك أهم أمرين، ولا أكو آليات كثيرة لا يسع المجال إلى عرضها وسردها. نجي إلى الآلية المادية اللي تعتمد على شغلي أنا، على تعبي، على جهدي، وهي أولاً دعني أسأل نفسي: ما الغرض من التأمل؟ أنا شنو أبغى من القرآن الكريم؟ لأن التأمل تارى أنا في بالي شيء، أكو في بالي آية، أكو في بالي موضوع، أكو بالي كلمة بالقرآن، وتارى لا، أنا أقرأ القرآن حبا في القرآن، فيختلف. هذا الوضع الأول اللي حكينا به أيضا هو على ثلاثة أقسام. القسم الأول: أنا أبحث عن كلمة، شيني مثلا حينما أريد أن أبحث عن كلمة الحب في القرآن، كلمة الحب في القرآن شنو معناها؟ وين تستعمل؟ وهل المقصود به الحب الغريزي اللي أنت تحب أبويك، تحب زوجتك، أولادك، أصدقائك، إخوانك، هذا هو الحب اللي مرتبط بالغريزة؟ لو الحب معنى آخر، فتقوم بتتبع كلمة الحب ومشتقاتها في القرآن: أحبهم، يحبونهم، وما شابه ذلك، كل ما يشتق من كلمة الحب، حتى تجمع معنى الحب في القرآن شنو. هذه طريقة، هذه مرتبطة بالكلمة. أكلا أنا أريد أتعرف كيف يعالج القرآن هذا الموضوع، شلون يتناول القرآن موضوع الفقر، فأقوم بتتبع الآيات اللي تتحدث عن الفقر وأشوف الله شلون يحكي عنه، شلون أتعامل وياه، شنه حيثياته، فراح يصير عندي موضوع متكامل. هسه بتصير عندي 20 آية، 50 آية، فأقوم بقراءتها وأخذ النتيجة من كل آية، وراح يصير عندي مخزون علمي من خلال مفردة واحدة في القرآن الكريم أو موضوع واحد. أو تارى لا، النوع الثاني أو النوع الثالث، عندي سورة معينة من القرآن، عندي بالي سورة معينة مثل الحمد مثلا اللي هي فاتحة الكتاب والسبع المثاني، أو سورة أنت تحبها ونويت أن تتأملها، فتقوم تقرأ السورة وتعرضها على التفاسير وتطلع بنتيجة. زين، هذا كل النوع الأول من أنواع التدبر في القرآن الكريم، وهذا مفيد جداً. وأكو نوع ثاني، حينما تقرأ القرآن
لا لأجل البحث، أنت ما تريد تبحث، وإنما تقرأ القرآن حبا في القرآن، عدل؟ زين. فتلفتك كلمة بالآية فتقوم تسجلها. أكو آية تشبه آية ثانية تقوم هم تسجلها. أكو مفهوم في هذه الآية ما مر عليك فتقوم تدونه وتبحث عنه. هالنوع من القراءة يحتاج إنك بعد البحث ترجع إلى ما قرأته من جديد وتقوم بإعادة القراءة مع المعلومات الجديدة. لن تذهب عنك هذه المعلومات لأنك استطعت أن تبحث وتجيك هاي المعلومات. بعدين أكو نقطة مهمة، إحنا حينما نقرأ القرآن مثلا في شهر رمضان المبارك، أجي أسأل صاحبي ها كم جزء قريت؟ قال لا وين، أنا وصلت الحين 10 أجزاء. ما شاء الله تونا 10 أيام اليوم أو 5 أيام قريت 10 أجزاء. قال إيه أنا كل يوم أقرأ جزئين فما عندي مشكلة 5 أيام أخلص 10 أجزاء. ما شاء الله. وانت؟ والله أنا توني ما خلصت صفحة من الكتاب. هسه نروح لهذا لو لهذا. إذا تقرأ بعنوان كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ما راح تستفيد شيء. خير إن شاء الله خلك تخلص طول شهر رمضان جزء لكن بفائدة، جزء بتدبر بتمعن، عندك حصيلة روحية وعندك حصيلة فكرية وتبني عقيدتك وتبني أخلاقك. فيقول الإمام في الرواية فيصير منطقهم القرآن، لما دائما تتأمل يصير منطقك القرآن. وهذه من الأمور اللي احنا نحتاجها اليوم. يقول الإمام الصادق عليه السلام ينبغي للمرء أن يقرأ في اليوم 50 آية من القرآن. كم تأخذ وقت 50 آية؟ 10 دقائق تقريبا. هذا بعد 10 دقائق بتأني، 10 دقائق. انت قمت كم تقعد على التلفزيون؟ كم تلعب رياضة؟ كم تمارس هواياتك وشؤونك الخاصة؟ ما كل الله 10 دقائق، تعطي الله 10 دقائق تقرأ 50 آية. لا تقرأ 50، في 10 دقائق خذ لك آية وتأمل فيها في اليوم، آية اعرف معناها واستخلص منها. انظر ما النور الذي يقذفه الله في قلبك. لكن هاي الثقافة مغيبة عندنا بسبب شنو؟ انشغال ببرامج التواصل الاجتماعي. عدل، شوف طبعا أنا ما أقصد الليلة لا طول العشرة حقيقة. أنت جاي إلى الحسين عليه السلام زين، مو قادر تعطي الحسين هذا الوقت كله، تريد ترد على فلان وعلان، تصور سناب وتقول لهم أنا بالحسينية وتحط لك شعار يا حسين وما شابه، ترى هذا كله إشغال، إبعاد عن روح المناسبة، إبعاد عن روح المناسبة. شنو راح أخسره أنا؟ جاني واتساب، جتني رسالة، ما عندي مشكلة بعد ما أطلع وأروح البيت أرد على العالم. من بدأت العشرة المباركة إلى اليوم أنا جوالي كله صامت،
ما فتحته أصلا. ليش؟ أقدر أفتحه وأرد على فلان وغير فلان، لكن روح المناسبة تروح من عندي لما أتعمق وأستغرق في هاي الأمور، تشغلني عن أمور ثانية. إذن إحنا محتاجين نقلل ذا الجانب ونعطي الله وقت أكثر حتى نكون شباب يحمل وعيا رساليا، يحمل فكرا رساليا، كما كان علي الأكبر صلوات الله عليه. أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. علي الأكبر لما تقرأ عنه في الزيارات، واحدة من الزيارات في يوم عرفة، الإمام الصادق عليه السلام يزور علي الأكبر، يجي الكربلة ويوقف على قبر علي الأكبر ويقول له السلام عليك يا ولي الله. إمام إمام ها إمام معصوم يقول له يا ولي الله وابن وليه. هذا علي الأكبر. ويقول له أيضا أشهد أنك، شوف معظم هذه العبارة، يقول له أشهد أنك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من أهل البيت يقول له أشهد، إمام معصوم، هذا يحمل وعي رسالي. لما قال لأبيه لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، هذه رسالة. ولما جاء إلى أبيه بعد أن قتلت الأنصار، إجا أول واحد من العلويين وقال أنا يا أبا عبد الله أول الشهداء بين يديك، هذا اللي عنده وعي وعنده رسالة وعنده فكر يريد يقدمه إلى الأمة. لذلك الحسين عليه السلام ما بكى بس على ولد، بكى على علم، بكى على تقوى، بكى على ورع، بكى على مقام. يجي الحسين يوقف على مرتفع من الأرض ينظر إلى ولده، وليلة تنظر إلى وجه الحسين، شوية وجه الحسين تغير. أبا عبد الله هل قتل ولدي؟ قال لا، إنما برز له بكر بن غانم، صنديد من صناديد العرب، برز له من يخاف عليه من ما أصنع. قال سمعت من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي إلى الخيمة وادعي ربك. جاءت إلى الخيمة، نشرت شعرها، شقت جيبها، رفعت رأسها ونادت إلهي بعطش أبي عبد الله، إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بشيبة أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب اردد لي ولدي سالما. يلا وياي نواسي هاي الغريبة، ودي اخلتي الخيمات الغريب، ودي اخلتي الخيمات الغريب، ويت وياي
وسلات لله بحبيب وبالحسين وايش ما بمصي يا راد يا صاف من مغيب يا عقوب ويمسجن لي ابني علي سالم أجركم الله ما هي إلا ساعة وإذا بعلي الأكبر قد وصل إلى المخيم وجسده ممتلئ بالجراح وهو ينادي صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا برزت فصيدي الأبطال يا ابو يا قطرة ميال أترى وارد للميدان واحد يا ابو يا العطش فاتني وحقي جاي شمس ويا العطش والميدان والحق أبا حسين أنا عطشان قال لا بأس يا ولدي فبعد ساعة يسقيك جدك بكأسه الأوفى الذي لا تظمأ بعده أبدا اذهب إلى أمك قبل أن تموت ذهب إلى ليلى وجد مغشا عليها أفاقد من غشيتها نظرت إلى ولدها بني علي تعال إلي إلي أضمك إلى صدري ضمته إلى صدرها ونادت وولدا وشبابا وإذا بالنداء أمام الناصر ينصرنا أمام ذاب يذب عنا خرج الأكبر شاهرا سيفه لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله حينها نادى الحسين يا بنات علي وفاطم هل ممن لتوديع الشباب أحطن به من كل جانب هذه تنادي وشبابا وهذه تنادي وعليا وليلى تنادي وولدا قال الحسين بني علي الصق صدرك بصدري لصق صدره بصدر أبيه فخر مغشا عليهما ويلي من تلاقوا عند الوداع شابك طول أم الهوى وليلقاح لا عيبنا على بيه ولا بولا فاقا من الغشية قال الحسين بني علي في أمان الله في دعة الله يا الله صعد الأكبر على ظهر جواده وانحدر إلى المعركة وهو ينادي أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله ولا بالنبي أضربكم ضربة ولا من هاشمي علوي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أقبلت عليه الرايات زحفت عليه الصفوف احتوشه الأعداء من كل جانب حتى غيبوه عن ناظر الحسين فقبض الحسين على شيبته والأكبر يصول ويجول في الميدان والعبد يقول علي آثار العظام العرب لئن مر
أبي هذا الغلام لأثكلن أباه فيه. فبينما الأكبر يقاتل كمن له العبد ضربه على رأسه. وعلياه انحنى على قربوس جواده ساقه إلى الأعداء. هذا يضربه بسيف، هذا يطعنه بخنجار. ولما وصلت روحه التراقي نادى أدركني أبا يا حسين. يقول حميد بن مسلم وصل الحسين إلى مصرع ولده وانقض عليه من ظهر الجواد كانقضاض النسر من السماء وهو ينادي ولدي علي ولدي علي على الدنيا يا بعدك العفو. نزل من فوق مهر وقعد عندي وسالت دمعة عيون على خده لقاه يسيل دم راس على كبدي متواصل طبر والراس نصين يقل على الله يا عيون احتسبت لكن شي صفر امك شقل لختايك انا شسوي لعمتك وهي على جيتك شبحت عين عباب الصواوي. باشوفك بهالبيت ساعدني لو ما تساعدني. شالي المدلل فوق صدره ولا الخيام يستاهل. شالي المدلل فوق صدره ولا الخيام هل الدمع ويصيح فتني فقد له قومي يا ليلة للولد عد ليلة طلعت من الخيمة تلطم الهامة بلي حاضر بس تقرأها أعيدها. شال المدلل فوق صدره ولا الخيام عاد. شال المدلل فوق صدره ولا الخيام عاد اهل الدمع ويصيح فتني فك قومي يا ليلة للولد عدليه طلعت من الخيمة تلطم الهامة بلي بعد عندي اجت ليلة اجت ليلة العلي الأكبر يا ويلي واجبت عنده تريد تشوف صاويبه وجرح الله تشد و
جرح الظاهدة شدة اجت ام الولد ليلة اجت لي العلي الاكبر يا ويلي واجبت عنده تريد تشوف صاويبه وجرح الغاهدة تشد تريد تشوف صاويبه اجت ام الولد لياله تصيح بصوت زينب وين شو وياي تتشيله شتريد ليلى عن الشمس خل سكنة تجيب همة فيلة لا تحرق الشمس هي عمات تعالى جاي قعدن هالولد وياي والله ويعلي بهداي اقعدن وخلني احط خدي على خد ش قالت ليلى قالت عماته وين كان يا العمات عماته وخواته الكل صاحن يا معلي الاكبر روح الولد خلصانه ونقعد شلون ما نقدر يا ليله يلتفت خافا وصوابه عليه يسعى مو قادرين يقولوا لها مات خايفين عليها قالت صدق خلنا نايم لا تقعدنا اخافا كان تلج منا الشمس والعطش وجروحا على من ينتبه شد من اجا زينب زينب حجت ويلي اسمع ايش قالت لها زينب حجت ويلي يلا تقلها يا معلي بس هيج اصواب ابن اخويا مجيد ومسني مثل ما مسج شو تريد تقول قريب القام يا ليلى يا لا لا يرتفع حسج ما يقبل الحسين خل نجري الدمع سكته هذا يوم علي الردة حس ما ينسمع حتى واخويا حسين ما يقبل وبي ما يشتفي ضد قالت تقل اشلون اتجلت يا بنت المرتضى من قال زين وبعد بي اروح واشوف ابن على هذا الحال ليش يا ليلى اي والله على هذا الحال انا ما عندي من الزلم واحد غير هالرجال هذا غير هالولد هذا ما عندي كفا يلتلومني مان الدار محني ويا الولد خلني او انولطم على ولادي واحط خدي على خده بعد يا عمي تدرين ما عندي ولد غيره واحد وانفقد مني وظلت خالي الدور وظلت خالي الدور همانا ويلومني والله حيرتي حيره بعد اشعدها بيت الدعاء واسألك الدعاء قالت يا هالناس يا هالناس انا الولد ربيته ومن صدر الحليب الصافر ضويته كنت بالليل اسهر بالوله يمه واحط ايد على ايده ونحره اشتمه ومين يفزع افز
وانده لها يما يا بعد روحي يا ولدي ومن يفزع أفيز وانده لها يما وكم مرة المهد للصبح هزيت قالت تدرون الضنع لمش كثر غالي تدرون الضنع لمش كثر غالي صدق راح الولد بالصور تبالي راح اللي بنيت عليه آمالي وضاع التعب ذاك الجاي وان تعبيت باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين عجل اللهم لوليك الفرج والنصر والعافية المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم موت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.